لا، إذن لازلنا معكم مشاهدينا الكرام بقلب منزل الحارس الليلي اللي تعرض لطعنة غادرة من واحد نقدر نسميه صعصع، اللي سيد غير بغى أنه ينصحه حتى جبد واحد نقدر نقوله جنوية من حجم كبير وضربوا بها. فالحمد لله ربي والأنصاف الإلهية اللي وقفاش مع هذا السيد هذا. كنشوفوا كذلك المشاهدين الكرام تضامن كبير من طرف حراس الليل مع هذا السيد هذا، ونظرا للصعوبات اللي كيلقاها حراس الليل جاو حاليا انهم يزوروه. فكنطلبوا كذلك من كاع الناس اللي كيشوفوا هذا المباشر انه يدعوا معاه بالشفاء العاجل، والله يشافيك وعلى سلامتك. وكذلك حراس الليل هم اللي معنا في الصوره، خالد وخالد السلام عليكم. اليوم حاضرين طبيعة الحال عند هذا السيد هذا في قلب المنزل ديالو، كنشكره كذلك على حفاوة واستقبال رغم انه مريض. فشنو ممكن تقول لنا على هذه القضية يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكنشكروا قناة شوك تي في على الالتفات اللي كتشوف حراس الليليين. وما نكذبش عليك اخويا، لان الاخ ديالنا حنا مجموعين في واحد الجروب، واحد المجموعة ديال جهة الدار بيضا ستارت فيها حراس ليليين أو نهاريين بحال بحال، وسيرتو حنا الليليين اللي كان دائما كنتعرضو. علاش كنتعرضو دائما؟ الأبشع يعني أبشع الأجرام بالليل، يعني أبشع الضربات وأبشع الخطورات، يعني اللي ما كتخيش لك على بالك كتحضر لك بالليل، اللي ما كتخيش لك على بالك. دابا هاد الأخ ديالنا من هنا من 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 جهة خينا غدرو وقطع ليه مسارنا وقطع ليه المسائل ديالو، راه ما خلاش ليه الفرصة فين عيط لينا، الفرصة في التليفون ديالو وفين هدرتها بالجروب راه ما خلاهاش ليه. يعني راه لو كل ما كانوش واحد شي جوج الناس تما وحاضرين معاه وداك الشيء وهزوه نقدوه كون ضاع، وضاعوا قبل منه بزاف وكانوا معانا في الجروب. راه الله يرحمهم، راه دائمة الله. وكاين اللي تقطعت ليه يدو، وكاين اللي تخسر من وجهه، وكاين اللي بقات عنده عاهه مستديمه، كاين اللي تشمو ولادو، كاين اللي الباركين تا مات والباركين مشى والولاد شتو والاسره. ولمن غنحملوا هذه المسؤوليه الاخ كريم؟ حنا كحراس الليل ما مقننش عندنا هذا القطاع، ما عندنا حتى شي قانون، ما عندنا حتى شي صفه قانونيه، لمن غادي نحملوا هذه المسؤوليه؟ بحال دابا هذا المجرم هذا هو ضربه وهرب. احنا كنشكروا الامن وكنشكروا الدرك الملكي دار خدمته، كنشكروا الدرك الملكي دار خدمته بعدا اللي ساندوا وداروا معاه، يعني على حساب الكلام ديال الاخ ديالنا قاموا بواجب، وكذلك الامن الوطني يعني قاموا بواحد الدور اللي هو فعال، وكذلك الناس اللي كانوا حاضرين هذيك الليله. وتخيل دابا هذاك السيد، هذا السيد هذا كون كان بوحده وخرج ليه هذا المجرم، هذا المجرم راه قال لك دير جنويه في الموتور وتحت الباش، يعني هذاك الباش خصو يولي اي مول موتور. فهاد فكره تزاد الناس ديال رجال الامن، اي واحد عنده هاد السي 50 ولا داير هاد الباش خصو يهزو عليه الباش، ماشي يقول له يجبد الوراق، يهزو الباش، لانه خاطر اكثر ديال الشفار كيخصو الجنويه تحت من ذاك الباش ديال الموتور اللي كيديروا على ركابيه. ولكن ملي كتجي تهضر معاه هادشي كيباغتك مثل ثلاثه طعنات ولا اربعه. راه هذا هو المشكل الكبير اللي كنتعرضوا ليه حنايا، والمشاكل هذه المشاكل الليليين فين ما كيكون شي واحد مخاصم مع دارهم ولا مخاصم مع مرتو ولا مخاصم مع شي حد في عائلته وسط من دارهم، كيخرج ديريكت العساس الحارس الليلي، يا اما يرسلي الطوموبيلات، يا اما يضربوا هو يتسمو على ولاده، يا اما يدير شي كارثه من غير الحارس. لما دارش هاد الكارثه اللي غيدير من غير الحارس هذه في حاله تما حارس ما دارش التدخل ديالو، وإلا ما دارش التدخل ديالو الحارس غير دا غيتعرض للمساءلة من طرف الأمن. يعني الأمن ملي كيجي والناس ديال السلطات ملي كيحضروا أول ما كيصوروا رانا والدينا يبكيو، وإن يعني نخلي واحد الوليدات يتامى ونخليهم يعني بلا مأوى، شكون لمن ومع من غادي نهضروا؟ حنا ولينا كنخافوا. جوا السيد جبدوا لي مصارنو، أنا دابا حاليا غنمشي نبدل حوايجي وغنمشي نشد الليل، ولكن غنشد الليل غنبقى دائما السيد حاطه في دماغي، لأن يقدر يخرج شي واحد مثلو يصفيها ليا أنا. وسيرتو أنا ما كيكون حدايا حتى واحد بالليل، كنكون أنا بوحدي، كيكون معنا الله سبحانه وتعالى. الطلب ديالنا شوية ما بغاش يتحقق، سنين هادي هو تقنين قطاع هاد الحراس الليليين أو النهارين، هو هذا يعني باش يولي واحد الحارس عنده واحد الكود ديالو
اين فوا يهز التليفون ديالو يكونوا عنده رجال الامن احنا في المساعده ديالهم وهما في المساعده ديالنا، وهذه بلادنا وحنا تنموتوا عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه للجميع. نتمنوا الشفاء العاجل لخونا الحارس الليلي نور الدين. اولا يعني كما قال الاخ الجليل خالد طرام، يعني عندنا هذه الخدمه هذه او هذه الحرفه كيف ما كنقولوا الخارج مفقود والداخل مولود، وحنا حنا عايشين واقع عايشينه. السيد خارج يخدم على وليداته، حتى يجيو اخبار ورا تصفات ليه. هذا الانسان هذا اللي دار هذا المشكل، اولا ماشي ما كاينش شي سبب اللي يخليك تمشي تجبد جنوي وتبدا تخشيه وتدخله وتخرجه في العساس في كرشه. ما كاينش شي سبب. شنو هو السبب؟ انه قال لك حشم راه عباد الله راه ناسين، انه قال لك حشم راه كاينين ناس كبار كينعسوا بالدواء وكيفيقوا بالدواء. اش غتقول ماشي داخله في خدمته؟ راه حتى الكالم داخل في خدمه الحارس، المنطقه اللي كيكون فيها الحارس الليلي داخله في خدمته، ماشي بالبلطاجه، بالدبلوماسيه وبلات هي احسن. هاد السيد السمعه ديالو، اي واحد انا نتحدى اي واحد يمشي يسول في مقر العمل ديالو، كلشي كيشهد ليه يعني بالسمعه ديالو سابقاه، يعني كيتعامل مزيان. هذه مده 5 سنين وكيمارس العمل ديالو تما، ما عمرو تعرض لشي اعتداء، ما عمرو تعرض حتى لشي يعني غير تينوض واحد حاط زنوي دايرها من الحجم الكبير، يعني ميديا دايره في الموتور. دابا هذيك من هذه النقطه، كيفاش انت غادي بموتور وداير جنوي تحت منك؟ كاينه واحد النيه المبيته، يعني انت في راسك راك معانك انت والشيطان، انت سكران ولا ما سكرانش، داك الشيء اللي دار شي حاجه يتحمل مسؤوليه الاعمال ديالو ولا الفعل ديالو. علاش انت هاج جنوي وديره في الموتور 33 ودير الباش؟ وعلاش تعديتي على هذا الحارس اللي ما دار لك والو؟ مولا وليدات كيجري على القوت ديالو، كيجري كيقشر الكودرون، راه تياكل فيها البرد، راه اغلبيه العساسه راه تيمرضوا بالسياتيك وبالمشاكل. وهاد اللي غيجي تعدى على العساس، هذاك العساس واش 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 مولا نرى لقاتو؟ راه تا هو راه المسؤوليه مربوط، تا هو راه يفصلك، راه يدير معاك شي امور يعني اللي يقدر انت ما طيحش لك في بالك. ولكن العساس، اغلبيه العساسه اخي الصحفي الجليل، يعني اغلبيه العساسه كما قال لك الاخ الكريم، عندنا جروبات، يعني جروبات جات الدار البيضاء 16 ودخلوا معنا شي حراس من الرباط ومن بحال هذا الشكل، مجموعين جروبات. دابا المشاكل اللي كيوقعوا لينا، انا كاينه الحمايه الامنيه، المقاربه الامنيه كاينه، تحيه الامن ديال جهه الدار البيضاء سطات كاملين كيتعاملوا، كلهم قال كنشوفوا المشاكل، كنحضروا المشاكل ديال العساسه، كنلقاو الحضور لحد الحاله الاخر حاله ديال خونا نور الدين. يعني الشكر للدرك الملكي، الرجال الدرك الملكي والرجال ديال الامن الوطني والسلطه المحليه، يعني راه سيدنا الله ينصره. غنقول جوج الامور، اولا اربط المسؤوليه بالمساءله او المسؤوليه بالمحاسبه. الحمد لله الامور زاد لقدام، وهذا الشيء في صالح ديال 2022، يعني عطى اوامر، يعني اخر يعني في اواخر 23-24 جميع القطاعات في المغرب تقنن يولي عندها قانون ديالها يحميها، والتهيكل يعني تصنف واش خدماتي حرفي او مهني بحال هذا الشكل، ومنهم القطاع ديال الحراس اللي حد الان حنا كنتسناو، واوامر سيدنا وداك الشيء راه تاج فوق راسنا، وثقتنا كبيره يعني في وزاره الداخليه. الاخ ديالنا حنا تالمنا كما قال الاخ، راه اغلبيه الحراس لا ديال الليل لا ديال النهار، راه كنشوفوا هذا طرات لي بحال هكا، انا دابا وليت انا خدام، وليت انا مهدد، اشناهو ندير؟ راه لا ضربت راه ما غينصفنيش القانون، ولا تضربت راه المجرم غيمشي للحبس وغيمشي، وانا الا تدعاها ولا شي حاجه، هذا الشيء باش غنخرج؟ غنخرج بعاها. راه قلت لك اخي الجليل، راك انت عساس بوحدك معاك الله سبحانه وتعالى، كتقشر الكودرون، كتجمع 100 ريال 1000 فرانك هذه باش المهم تعيش، هاد الحرفه المهم تعيش بحال اي حرفه، وحلال وتمار باش كتجبدها، ما كتجبدهاش بارده، راه كتنوض تجري عليها وتقابل عليها ومبلق مخرج عينك الليل كامل، وتقدر شي ليله ما نسيتي العشاء تضل الليل كامل وانت ما واكلش، يعني راك راه مسؤوليه، راه الناس مامنينك على رزقهم، وهادي كتكون انت يعني في موقع في موقع ثقه، يعني بحال هذا الشكل.
الطلاق هذا السيد هذا ما نكذبش عليك دابا راه كنهضروا معاه انت انا حطيت دي سخون السيد دابا ولا دابا حتى العائله ديالو ولاو كيقولوا حنا خصنا نديوه عند الطبيب النفساني علاش دابا وصلوا لهذا النيفو في هذا الوقت ديال مثلا 4 ايام ديال الانعاش وهي دابا يقول 10 ايام السيد مبقاش كما كيتخيل كيفاش عرفتي وتصور بنادم تيخشي فيك جنو وتيخرج فيها وانت شا ما عندك والو انت حارس انت الا درتي شي حاجه ما عندكش حق وكتجر وها هو تيقول فيها فاش كنتي فاش كان كيخشي الجنوي وادي فاش كتفكر اخويا نور الدين هذيك اللحظه ديك اللحظه كنفكر ما باغيش نموت ما باغيش يموت ما كفكر حتى شي حاجه اخرى ما باغيش يموت ماشي على قبله على قبل وليداته على قبل موه على قبل مرتو على قبل عنده المسؤوليه عباد الله وانت عديم المسؤوليه مثلا هذه رساله لهاد الناس هادو هاد المجرمين وهاد عديم المسؤوليه وهاد العالات على المجتمع اللي كيبانوا لهم العساسه ديروا في بالكم ان راه اي عساس راه عنده مسؤوليه راه عنده راه داخل دار الكرا عنده طريطات عنده وليدات عنده مسؤوليات راه ماشي عساس راه الا كنت انت فاقد الشيء لا يعطي ولا كنت انت عال على المجتمع هذاك شي خذوا بينكم مسؤوليه ولا بان لك شي عساس خدم مع شي عساس اخر ولا جوج عساسه راه كيساهم في تقليص البطاله راه هذوك العساسه اللي خدموا معاه حتى هما عندهم عائلات واش حنا غنبقى كما دخلتوا كما دخلت المديريه العامه على الخط ديال هذا الشيء ديال العساسه وديال الحراس من نهار الواقعه ديال هذوك 11 اللي تشدوا 11 شخص صفه يعني ينظموها القانون صفه ينظموها القانون مثلا كحارس ومزورين الجيليات ومزورين الرخص يعني دخلتوا تلطف على هذا الخط هذا بغينا حتى هذه النقطه راه كيتعرضوا العساسه يعني شي بغض النظر على هذا ما باغيش يخلص خلصني هذا سكيري ديز كيعاير استفزازات هادشي حنا عندنا ماشي مشكل ولكن راه كيتعرضوا لشي بحال القتل في العموشيه ثقه عاميه بحكم التجربه وبحكم والله يدير لي فيها الخير وهذا السيد هذا راه كنطالبوا حنا كحراس وحارسات الليل والنهار كنطالبوا باقصى العقوبه هذا ما كان واحد الرساله بغيت نوجهها لهاد المجرمين هاد المجرمين دابا حنا جينا ولينا حساسه ولينا حراس الليل عجينا